تحت رعاية سامية لوزير الشؤون الدينية والأوقاف والسيد والي الولاية، أشرفت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية باتنا بتنظيم ملتقى وطني موسوم بالتطرف الفكري والانحلال الخلقي وأثرهما على المجتمع الجزائري يومي 2 و3 من ديسمبر بقاعة المحاضرة الكبرى بكلية العلوم الإسلامية بجامعة باتنا. وسعى هذا الملتقى بدراسة المشكلة من خلال اللجنة العلمية والبحث عن السبل الناجحة التي من خلالها يتم معالجة الظاهرة برصد مظاهر التطرف الفكري وصور الانحلال الخلقي في المجتمع الجزائري من خلال معطيات الواقع وآلية البحث العلمي. التي تربى فيها صحابة رسول الله على هذا النهج القوي، فكانوا ينشرون الدين بتجارتهم بصدقهم، لم يكونوا خطباء من أهل البلاغة أو البيان وإن كانوا كذلك، ولكنهم نشروا الإسلام بأخلاقهم. فعل ذلك في بلاد الهند والسن كما فعل أيضا في إفريقيا السوداء من خلال الشيخ عبد الكريم المغيري عليه رحمة الله والقوافل الجزائرية التي كانت تنقل تجارة الناس باعة وشراء، تنقل هذا الخير إلى الأفارقة بتدينهم السلوكي. الجامعة ومن إطارات القطاع، وأنوه بالتعاون وبالجهد المشترك المتواصل كما أشار إلى ذلك السيد مدير الجامعة مشكورا. وأخيرا أجدد شكري وترحابي بكل الحاضرين وعلى رأس الحضور معالي الوزير راعي هذا الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدل استقرارها وأمنها الاجتماعي خصوصا في زمن تنتشر فيه فوضى الفتاوى المضللة والأفكار الخبيثة، مما يجعل المؤسسة الدينية الجزائرية أمام تحديات جسيمة للحفاظ على قيمنا ومنهجنا وثوابتنا الدينية التي تعد جزءا من تكويننا الحضاري والثقافي والجذر المركزي في نهضتنا وانطلاقتنا نحو أفق أكثر ازدهارا وإشراقا. أيها السيدات، أيها السادة الحضور، في هذه الأيام التي تمر فيها البلاد بما هو معلوم من الأحداث، يجب على الجميع أن يجتهد في معرفة دين ربه معرفة حقيقية وتعلما صحيحا فيهما الهداية والاهتداء. وواجب علينا جميعا اليوم أكثر مما مضى الإحاطة بحقيقة ديننا الإسلامي الحنيف الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي حثنا قبل كل شيء على حب الوطن والمساهمة والمشاركة الفعلية قولا وعملا في خدمته والاهتمام بمصالحه وكل ما من شأنه النهوض به وتطويره والحفاظ على روابط الأخوة بين أبنائه. في المجتمع الإسلامي عموما وفي مجتمعنا على وجه الخصوص، حيث اصطبغ مظهره بمظاهر مشينة دخيلة عليه تتنافى مع مبادئه وقيمه التي تأسس عليها، أفضت إلى تغير سلوكيات كثير من أفراد المجتمع. فانتشار العري والخلاعة، ارتفاع نسب الجريمة، تعاطي المخدرات، فشو الزنا والخمر والتحرش والرشوة والسرقة والتزوير والسلب والنهب وغيرها، كلها مؤشرات تؤكد تآكل منظومة القيم والأخلاق في المجتمع الإسلامي. ومنه أصبح الانحراف الخلقي حديث الساعة وموضوع الخاص والعام، حديث الخاص والعام لسبب وجيه، وهو أن معظم أفراد المجتمع قد اكتموا بناره وأصابتهم كثير من ويلاته وإفرازاته الخطيرة. لذلك نحاول من خلال هذه المداخلة بإيجاز واختصار، لأن الأصل مطبوع وموزع الإخوة، الوقوف عند أهم المظاهر، مظاهر الانحلال الخلقي، ثم ذكر الأسباب،
فوصف العلاج مستعينا بالله عز وجل سائله التوفيق.